السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الأربعاء 11/11/2020. اليوم سوف نأخذ إشارة المرور. الآن سوف نعرض لكم الأنشودة هذه بفيديو، راح تكون بآخر الفيديو إن شاء الله، راح تسمعوها وتحضروا الفيديو كامل عشان تشوفوا كيف تنقرأ بطريقة صحيحة. هلا هذه الأنشودة هي من تأليف كمال رشيد، اسمه كمال رشيد. هلا هذه أنشودة، ليست قصيدة أو بيت شعر، هذه بتكون أنشودة. هلا عندنا هي إشارة المرور. إشارة هلا نقرأها مع بعض ونعرف اسمه شو، عن شو بتحكي هذه القصيدة. إشارة المرور، إشارة المرور تعدل لا تجور، لا تعرف الغني لا تعرف الفقير، توزع الخطوط تنظم المسير، أحمرها قفوا قفوا فسيركم خطير، أخضر أصفرها تهيأوا للسير للعبور، أخضرها تقدموا وتابعوا المسير، فاحترموا يا إخوتي إشارة المرور، وتساعدوا يا إخوتي الضعيفة والضرير. الآن هذه الأنشودة تتحدث عن اللي هي إشارة المرور، وكما اسمه أنت بتعرف كلكم اللي هي إشارة المرور، اللي هي بتكون اسمه اللي هي عنا الأحمر وعنا الأصفر وعنا الأخضر. هلا عنا هنا إشارة المرور، نحكي إحنا زي ما نعرف، هلا إحنا زي ما حكينا، هلا الأحمر الكل بيعرف انه الاحمر لما تكون اشارة المرور حمراء لازم انه اسمه السيارة تتوقف عن المسير، وبتكون عندنا هنا الاولوية للمشي اسمه للانسان اللي بيكون يمشي مشي. الاصفر بتهيأ اسمه بتهيأ السيارات على انها تبلش تمشي، وعندنا الاخضر لما تيجي تكون لها اخضر بتصير اللي هو السيارات بتكون الاولوية للسيارات اللي هي تمشي، واسمه الانسان يكون يمشي بالشارع لازم يتوقف عن المسير حتى لا يحدث عنا اللي هي الحوادث او اسمه الحوادث يعني. فعندنا لازم نحترم إشارة المرور، يجب علينا ان نتقيد في إشارات المرور لما تكون عنا باللون الاحمر او الاصفر او الاخضر. الاخضر لازم للسيارات، عنا الاحمر هي بتكون اسمه للانسان اللي احنا نمشي فيها. فبيحكي لك هنا باسمه في القصيدة هذه انه احنا لازم احنا شو نتقيد باسمه بإشارات المرور، واسمه نكون احنا ماشيين بالطريق الصحيح عشان احنا ما نتجنب اللي هو نتجنب الحوادث. تمام يا تالت؟ فأنا بتمنى منكم الكل يحفظ منها على الأقل اسمه 3 أبيات أو 3، يعني اسمه الفقرة الأولى أو الفقرة الثانية ممكن تحفظوا اسمه، أو تحفظوا الفقرة الثانية مع الفقرة الأخيرة تحفظوا لي إياها، واسمه إن شاء الله أنا بسمع لكم إياها لما نكون على برنامج الزوم. تمام يا تالت؟ ما حد يبعت لي إياها عشان الكل بيحكي إنه الفيديوهات على المنصة ما بتنزل، فأنا بحكي إنه خلاص بتصير بحصة الزوم نسمع ونكتب ونهاي، حتى يعني الإملاء ما إملاء كله بتكون في حصة الزوم. يعطيكم ألف عافية. الآن سوف نكمل. هلا في عنا صفحة رقم صفحة رقم 65، في عنا هنا مختارات من لغتنا الجميلة. عندنا اسم الدرس، الاسم العنوان القصة اللي هي المواطن الصالح. يحكى أن صخرة كبيرة كانت في إحدى الطرق، كانت الصخرة تعرقل المسير على الطريق. اختبأ الحاكم المدينة يوما ليرى كيف يتصرف المارة تجاه هذه الصخرة. مر كثير من الناس من جانب الصخرة من غير أن يحاول تحريكها. استمر الحاكم في مراقبة عدة أيام. في إحدى الأيام مر فلاح يحمل على ظهره أحمالا، وتوقف أمام الصخرة ووضع أحماله جانبا، وراح يدفع الصخرة بكل قوته حتى تمكن من إزاحتها. فوجد تحتها كيسا مملوءا النقود الذهبية، وفيه ورقة من الحاكم وكتب عليها: هذا المال لمن يزيح الصخرة عن الطريق. هل الآن يا ثالث نفهم من هذه القصة إنه كان اسمه في عندك الحاكم هذا اسمه كان بيختبر أهل المدينة اللي هو كان عايش ساكن فيها، أهل القرية
بحكي لك إنه كان حاط الصخرة في أحد الطرق، بده يشوف مين من المواطنين اللي راح يزيح هذه الصخرة اسمه من الطرق. فكان كتير يمر ناس، ما حدا إنه إيش، ما حدا يزيح الصخرة أبدا. تمام. فمرة في يوم من الأيام كان في عندك اللي هو مين، مرة فلاح يحمل على ظهره أحمال، يعني هذا الفلاح كان يعني يحمل أحمال على ظهره، وكان بإمكانه هذا الفلاح يحكي أنا ما بقدر إنه أترك الأغراض اللي بإيدي وعشان أشيل الصخرة، خلاص مش ضروري أشيلها. فلأ، هو عشان مواطن صالح، هذا يدل على إنه هو مواطن صالح، اسمه ترك الأحمال عن ظهره واسمه راح يدفع الصخرة بكل قوته. لما دفع الصخرة كان تحت الصخرة هذه ماذا؟ كان تحت هذه الصخرة اسمه كيسا مملوءا من النقود الذهبية. فكان مع الكيس هذا شو كان مكتوب فيه؟ عندك ورقة من الحاكم، كاتب الحاكم فيها هذا المال لمن يزيح الصخرة عن الطريق. يعني كان اسم الحاكم حاط اسم الصخرة هذه في الطريق اختبارا للمواطنين، وكان نصيب المال لمين؟ كان نصيب المال لهذا الاسم، لهذا الفلاح الذي اسمه الذي زاح الصخرة من الطريق. فإحنا هلأ بنتعلم من هذه القصة إنه العمل الصالح والعمل، يعني الفكرة العام من هذه القصة إنه العمل الصالح لا يضيع أجره، إما يأخذ أجره في الدنيا أو في الآخرة عند الله تعالى. يعني